بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام أخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر، أهلا وسهلا بحضراتكم. تنبيه وتحذير للناس اللي محتاجة تفهم فعلا، مش تحفظ. ممنوع استخدام، ممنوع منعا باتا استخدام اليوريا 46 في تسميد نباتات الخضر وخصوصا الطماطم في درجات الحرارة العالية. ممنوع منعا باتا. ليه؟ مصادر النيتروجين او الازوت يعني ليه كم مصدر بنسمد بيه، ممكن نترات البوتاسيوم، ممكن سلفات الامونيوم، ممكن اليوريا 46، ممكن العشرينات وهكذا، يعني كل دي مصادر للعنصر النيتروجين. تمام. بنفضل التسميد الأسمدة النطراتية اللي هي نطرات النشادر مثلا، بنفضل استخدامها لنباتات الخضر في درجات الحرارة العالية. الكلام ده لما اتكلمته على الفيسبوك في إخوة كتير طبعا اترياقوا كتير، وطبعا انا مش عارف احنا في الوطن العربي يعني ما كنت حتى في العلميا يعني اذا كنت انت ضدي او مخالف لرأيي خلاص ما احبش اسمع منك يعني خلاص. فدي محتاجين نسمع، ولما نسمع يا جماعة بنسمع من واحد بحجم الاستاذ الدكتور مصطفى نبوي فليفل، ده استاذ في جامعة، استاذ خضر في جامعة اسكندرية. وطبعا إذا كنت أنا مثلا عملت درجة دكتوراه وبحثت على مثلا 200 مرجع ولا 300 مرجع قريتهم عشان أعمل رسالة بتاعتي أو أخدت عنهم، فده يعني راجل بحجم ده أكيد طبعا يعني قرأ آلاف الأبحاث في الخارج وفي الداخل، وكلامه منطقي جدا وغلبنا نكرره بس الناس مش عايزة تفهم. بس كنت عايز تفهم، افهم ليه احنا بنقول ما تسمدش أسمدة أمونيومية اللي هي اليوريا وسلفات النشادر، ما تسمدهاش إطلاقا في الحرارة العالية، وسمد نترات نشادر. ليه بنقول كده؟ تعال واسمع. أول حاجة بقول لك العوامل التي تؤثر على استخدام الأسمدة الأمونيومية أو النتراتية في تسميد محاصيل الخضر، وأول حاجة ذكر منهم درجة حرارة التربة في منطقة الجذور. طيب، من ضمن العوامل اللي بتخليني افضل استخدام الامونيوم اللي هي سلفات النشادر واليوريا او استخدم النترات، اول حاجة قالها لي ايه؟ قال لي درجات، ده الاستاذ الدكتور مصطفى نبوي محمد فليفل اللي بقول الكلام ده، هو استاذ الخضر في جامعة اسكندرية. تمام. رقم واحد ذكره، وانا طبعا هسيب لك الملف في الوصف، يعني الملف بتاع الراجل واللي حاطط عليه العلامة المائية بتاعته يعني. المهم بقول درجة حرارة التربة في منطقة الجذور، وبقول ايه، حتى نتتبع تأثير حرارة التربة على تفضيل ايا من الاسمدة الامونيومية او النطراتية، لابد ان نعلم او لا الطرق المختلفة للتمثيل الميتوبلازمي لكل من النترات والامونيوم داخل النبات. التمثيل الميتوبلازمي لكل من النترات والأمونيا داخل النبات. بقول لك افهم دي وبعد كده تبقى تحكم. طيب يا عم تعالى نشوف التمثيل الميتوبلازمي للأمونيوم. بقول لك بيمتص النبات الأمونيوم، تمام، ويتم التمثيل الميتوبلازمي له بالكامل في جذور النبات. يبقى النبات بياخد الأمونيوم وبعد كده بيتمثل كله في الجذور بتاعة النبات. طب عشان يتمثل في جذور النبات يحصل ايه؟ بقول لك يستلزم لذلك توافر كميات كبيرة من السكريات. لازم عشان يحصل تمثيل للأمونيوم اللي هي جاية من اليوريا اللي انت حطيتها وسلفات النشادر، عشان يحصل لها تمثيل في جذور النبات بيستلزم لذلك ايه؟ توفير كميات كبيرة من السكريات او الطاقة يعني. طيب الطاقة او السكريات دي بتيجي منين؟ بقولك يتم انتقالها من الاوراق للجذور، بتيجي من الاوراق للجذور، حيث ترتبط هذه السكريات مع الامونيوم ويستهلك في ذلك كميات كبيرة من الاكسجين. دول بيرتبطوا مع بعض السكريات مع جزء الامونيوم اللي انت حطيته، وبيستهلك الكلام ده كمية كبيرة من الاكسجين. طيب وبعد كده بقولك وعليه فان اي عامل يقلل من تكوين السكريات في الاوراق او يقلل من انتقالها الى الجذور سوف يقلل بالتبعية تمثيل الامونيوم في الجذور. طب انا ما عنديش سكريات،
تمام. ليه؟ لان في زياده تنفس اساسا من العبء الحراري اللي واقع على النبات. طب ما عنديش سكريات، يبقى هيقل بالتبعيه تمثيل الامونيوم في الجذور. طيب، وعلى ما سبق فان ارتفاع درجات الحراره بتؤدي لايه بقى؟ بتؤدي لزياده معدل تنفس النبات. ما في حرارة يبقى انت بتنهج، النبات بينهج بمعنى اصح. ده بيزيد من ايه؟ من سرعة استهلاك السكريات. تمام، انت التنفس زاد في النبات بيزيد استهلاك السكريات، وبالتالي بيقل تمثيل الامونيوم في الجذور. طب ليه بيقل؟ لان احنا عايزين عشان يحصل تمثيل من الاول قلت لك النبات محتاج سكريات. السكريات دي هتيجي منين للجذور عشان يحصل تمثيل للأمونيوم؟ هتتاخد من الأوراق. طب الأوراق ما فيهاش أصلا، يعني الأوراق ما فيهاش ليه؟ لأن في زيادة معدل تنفس وفي استهلاك للسكريات أو للطاقة. هذا بالإضافة إلى أن على هذه الدرجة تقل زائبية الأكسجين في ماء التربة، مما يؤدي لتقليل كمية الأكسجين. في الحرارة العالية كمان زائبية الأكسجين بتقل، فمع ذلك كمان بيؤدي ده لتقليل كمية الأكسجين اللازمة لتمثيل الأمونيوم. الأمونيوم بيدخل برضه، الاكسجين بيدخل في عملية التمثيل بتاعته الامونيوم، وسوف يؤدي هذا الى تراكمها داخل انسجة جذور النباتات، ومما قد يسبب السمية للنباتات. تمام، لحد كده تمام. وبقول لي كمان من مظاهر زيادة الامونيوم في انسجة النبات والتربة تتضح على نبات الطماطم في صورة التفاف للأوراق، التفاف للأوراق، يا بتوع المنيا، يا بتوع بني سويف، يا بتوع سمسطة اللي بتزرعوا بدري، شوف الحتة ديت وبتحصل عندكم، ورحت مليار مرة من أول الفيوم لحد أسيوط، بني عادي في أسيوط، وشايف القصة دي، يحصل إيه؟ التفاف للأوراق بتاعت الطماطم، خاصة عند إضافة اليوريا أو كبريتات الأمونيوم في مرحلة الإزهار وعقد الثمار. صح ولا لا؟ ده بيحصل. يبقى ابعد عن اليوريا، ابعد عن اليوريا. طب تيجي للنترات، قال لك التمثيل الميتوبلازمي للنترات بمجرد امتصاص النبات للنترات عن طريق الجذور، فانها تنتقل مباشره للاوراق، ما بتستناش بقى في الجدر ويحصلها تمثيل، حيث يتم اختزالها الى امونيوم ثم ترتبط مع السكريات لتكون الاحماض الامينيه. شفت النترات بقى بترتبط مع السكريات وتكون لك على طول احماض امينيه؟ لا، ده اليوريا قصه طويله علشان ده يحصل، وبتستهلك طاقه كبير. طيب، مستهلكه كميه كبيره من جزيئات الاي تي بي الغنيه في الطاقه. تمام؟ طيب، وعليه بقى قال لك ومما سبق نستنتج التالي، والأستاذ الدكتور مصطفى هنبا ومحمد فليفي اللي بقول الكلام ده، وهو أستاذ خضر في جامعة اسكندرية، وهسيب لك الملف تحت والعلامة المئوية بتاعته باينة اهي. بقول لك مما سبق نستنتج التالي، يفضل استخدام الأسمدة الأمونيومية. الإخوة بتوع سوريا اللي زهقونا على الفيسبوك، اسمع من أستاذك. يفضل استخدام الأسمدة الأمونيومية يوريا. ده في واحد سوري مهندس سوري بيقول لي لا، أصل احنا ما نحطش اليوريا في البرد عشان بتسقع المية. بتسقع المية؟ الله يصلح حالك. يفضل استخدام الأسمدة الأمونيومية يوريا وكبريتات الأمونيوم في حالة انخفاض درجات الحرارة حتى 10 درجة مئوية، حيث يتوفر السكريات. ما هو الجو برد، يعني ما فيش تنفس، يعني ما فيش استهلاك للسكريات، يعني السكريات موجودة تيجي من الأوراق للجدر ويحصل تمثيل أساسا للجزيء الأمونيوم، ما فيش أي مشكل خالص. ومن جهة أخرى يزداد زائبية الأكسجين تحت هذه الظروف، ده طبيعي. وبعد كده بقول لي ايه، بينما يقل انتقال النترات مع درجات الحرارة المنخفضة في الجو البرد، بقل انتقال النترات من الجذور الى الاوراق، مما يسبب تأخير نمو النباتات. يفضل استخدام الاسمدة النتراتية مع ارتفاع درجات الحرارة. يفضل استخدام الأسمدة النتراتية اللي هي نترات النشادر، نترات البوتاسيوم، نترات الكالسيوم. يفضل استخدام الأسمدة النتراتية مع ارتفاع درجات الحرارة. وصلت ولا ما وصلتش؟ شكرا لحضراتكم، أتمنى أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاجة تعقيبا، يعني اللي خلاني قلت الكلمتين دول لان في حالات كتير بتيجي دلوقتي اللي هي في الطماطم اللون بتاعها ازرق وملفوفة الورقة لافة، وطبعا ديت ما بتتحسنش معاك الا مع دخول البرد، لانك انت حطيت يوريا
وده كلام غلط، او حطيت يوريا وزرعت في درجة حرارة عالية، والجماعة بتوع سموسطة، جماعة بتوع الفيوم اللي واخدين في سدمنت الجبل، جماعة بتوع مغاغة اللي زارعين على الطريق الصحراوي، جماعة بتوع المنيا اللي زارعين على الطريق الصحراوي، الجماعة بتوع أسيوط وسوهاج، انتوا بتزرعوا بدري وبتحطوا يوريا، بتحصل عندكم المشكلة ديت. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.